أسألك على منتخب مصر، عارف ان انتوا الاثنين موجودين مع منتخب مصر، حاسين بالتطور اللي بيحصل دلوقتي في كرة القدم النسائية في مصر على مستوى المنتخبات وعلى مستوى المنظومة بشكل عام؟ يعني ماشي. انا حاسه يعني في الاول فعلا ما كانش فيه، يعني كنا عادي كده، هو منتخب بنات خلاص يلا روحوا، بس دلوقتي ابتدينا فعلا يعني يكون في تطور، يعني الموضوع بقى احسن. يعني هو احسن هو، بس لسه في تطوير اكتر، بس هو احسن من الاول بكتير. عظيم. طيب انت حاسه بايه؟ طبعا هي زي ما قالت بالظبط، هو كان ما كانش فيه اهتمام خالص. طبعا انا بشكر دينا الرفاعي لان هي سبب ان هي يبقى فيه اهتمام اكبر. برافو عليك. بجد لا، الفترة اللي فاتت حاولت ان هي تخلي في منافسة حتى بين البنات الصغيرة ان هم يطلعوا منتخب اول. ويبقى فكرة ان في ناس كتير محترفة، دي برضو مساعدة المنتخب كتير قوي. طبعا لعبنا اخر ماتشات لينا كانت ضد لبنان، كسبنا الماتشين فبصراحة لا، وكابتن طبعا محمد كمال عمل شغل كويس قوي معنا. فلا انا شايفه ان في تطور كبير قوي يعني، والفتره الجايه اكيد هيبقى فيه اكتر يعني. كنا بعيد قوي صح؟ جدا بعيد عن المنافسه مع بنات المنتخب. طبعا دلوقتي لا. يعني انتوا حاسين ان احنا كنا بعيد؟ انا عارف انتوا لسه صغيرين يعني. بس احنا بعيد قوي كده، ما فكرتوش في لحظه تقولوا ايه طب خلاص لا مش هنلعب كره قدم، او احنا ما فيش اهتمام بيها في مصر فمش هنلعبها؟ كنتوا مستنيين اللحظه دي؟ عشان انا متاكده ان يعني في يوم من الايام هنتطور يعني. هنكون، وانا لسه برضو متاكده ان هيكون احسن من دلوقتي. يعني انا حاسه ان الكره النسائيه دلوقتي ابتدت تتطور يعني. طيب انت بتدرسي في انجلترا، مكمله في انجلترا مع برينفورد، ولا ممكن ترجعي تلعبي في مصر تاني؟ والله انا يعني نفسي ان انا العب في نادي احسن كمان من برينفورد يعني. انا نفسي، انا لو جالي عرض في اللي هو بريمير ليج، انا هفضل ان على طول. بعد كده لما ارجع بقى